أشرف اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بدار الإمام بالعاصمة على الاجتماع الدوري العادي لأمناء المجالس العلمية الولائية بحضور أساتذة وباحثين ومشايخ. وأكد محمد عيسى بالمناسبة أن القانون التوجيهي الخاص بقطاع الشؤون الدينية سيتضمن بنودا تهدف إلى حماية المرجعية الدينية الوطنية وتحصينها من كل الأفكار المتطرفة والدخيلة، وذلك بناء على قيم الوسطية والتسامح والهوية الوطنية وبإشراك كل الفاعلين وفق حوار علمي وهادف. اعتماد قانون توجيهي للشؤون الدينية والأوقاف هو محور من محاور مخطط عمل الحكومة تطبيقا وتنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية. اليوم اجتمعنا إلى المجالس العلمية الولائية، إلى أساتذة الجامعات المنضوين في مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للتداول حول معالم هذه المرجعية الدينية الوطنية وتحويلها أو تحويل معالمها إلى مواد قانونية. سوف نعتمد لتحقيق ذلك على النقاش العلمي وعلى التداول والحوار.